Donc il faut mettre fin à cette question et c'est ça qui nous préoccupe beaucoup. Les autorités allemandes nous donnent tout ce dont on a besoin et pour l'instant, la. نحن نقدر القوانين البرلمان الأوروبي ونشكر على هاي الجائزة بس نريد يعني يشوفون أكثر لهاي الحالة اللي بيها الناس اللي تتهاجر وتترك مناطقهم نشوف يعني يشوفون أكثر من أخذنا داعش وصار بينا هالشي واختصبونا وباعونا يعني بعد قلنا بعد ما ننتقب أحد بس ما قطعنا الأملنا وقلنا الله كبير وإن شاء الله ياخذ حقنا الأحداث اللي تصير أنه يحاربون داعش ولكن إلى الآن لم نشاهد تحرير أي امرأة يزيدية مع أنه هناك أكثر من 3500 بيئة داعش إلى الآن ما شفنا تم محاسبة عنصر واحد من عناصر داعش بعد عدنا يعني ما صار عدنا فرحة إنه نفرح إنه داعش راح ينتهي لأن ما نريد داعش ينتهي بالاسم فقط نريد يحاسبون على هذا الشيء.